السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أعلن بالعاصمة نواكشوط عن إطلاق مسابقة إقليمية لنيل جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، يشارك فيها متسابقون من 6 دول إضافة إلى موريتانيا البلد المضيف. وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد اللهل داود إن المسابقة تبرز العناية بالقرآن وأهله والتشبث بأخلاق النبي الكريم الذي كان خلقه القرآن. نظم في نواكشوط ملتقى لتقديم تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، شارك فيه بعض الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا، إضافة إلى فاعلين في مبادرة الشفافية وناشطين في المجتمع المدني. ويقول المشاركون في الملتقى إن التقرير سيسهم في ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في قطاعي البترول والمعادن. نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط أول رسالة تخرج في سلك الماستر بالمالية الإسلامية، وتناقش الرسالة موضوع التأمين التكافلي ودوره في التنمية الاقتصادية بموريتانيا، ويشرف عليها بعض الأساتذة الباحثين في المجال الاقتصادي. أطلقت عناصر من الشرطة قنابل مسيلة للدموع على العشرات من سكان الحي الشعبي الواقع بالقرب من مستشفى العيون المعروف شعبيا بمستشفى البعمات. وتقول مصادر إن تدخل الشرطة جاء بعد رفض السكان الترحيل عن الساحة التي يسكنون بها وسط العاصمة نواكشوط من أجل تنفيذ بعض المخططات العمرانية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. نلتقي على رأس الساعة في نشرة إخبارية بحول الله، إلى اللقاء.